يا جماعة، يا جماعة، أنا عايزة أعرف إيه اللي في الفلفل ده. الفلفل قدامكو سليم أهو ومفيهوش أي حاجة، وأخضر وجاي سليم كده، وأنا فتحته من جوه لقيت فيه الكائن ده. هي إيه ده بالظبط؟ ده جرثومة المعدة. انا كنت الاول بجيب الفلفل وبسويه كده عادي، مفيش اي حاجه في على بقليه ولا بعمل باي حاجه. من يوم ما فتحت الفلفل السليم ولقيت جواه كده الدوده الكبيره الخضرة دي، وانا بقيت اقرف وبقيت افتح اي فلفل. انا بحذر كل الامهات اللي بتمسك الفلفل تقليها كده براسها، عشان قبل ما تقلي الفلفل او تحطيه في المسقعه حتى لو كان سليم واخضر افتحي الاول وبص عليه، عشان بجد الدودة دي مقرفة جدا ومقززة، ممكن تدخل بطنك، ما بتموتش بسهولة، تدخل بطنك وتفقس جوه وتعمل عندك الجراثيم اللي بتيجي عندنا كلنا. انا عرفته وانا ببحث عن النت اللي جرثومة المعدة دي مهما تاخدي لها مضاد حيوي ما بتطيبش بسهولة، وحتى لو راحت من جسمك بتسيب بويضات صغننة وبتفقس في بطنك وبتعمل جراثيم كتيرة قوي، ببيضات كتيرة قوي، وبتدنها متركزة في المعدة. لو انتي بتعرفي انتي مش عندك جرثومة ازاي، او عندك اما بطنك تمغصك وانتي من غير ما تاكلي، اعرفي وتأكدي 100% اللي في جرثومة. انتي ما بتجوعي هي بتبدأ تاكل في جدار المعدة، بتخلي المعدة رقيقة خالص. عشان كده بعد ما المعدة بتترق بيجيلك تعب في المعدة كتير، وبيجيلك حرقان في المعدة، وبيجيلك أمراض كتيرة مزمنة في المعدة، قرحة المعدة. الحاجات دي أنا بحذركم منها. الدود ما بيموتش بسهولة. غسيل الخضروات حلو، والدودة دي بتقعد بتفقس البيض بتاعها على الجرجير. يعني انت ممكن تنضفي الجرجير وتغسلي كويس والبيض بتاعه دنه موجود، تيجي تاكلي الجرجير هتلاقي البيض يعمل الجرثومة اللي ما بتموتش بسهولة، وعلاجها مكلف، وبتاخدلها من اسبوع اقل حاجة ل14 يوم جرعة كاملة وبتتعبي. انا جاتلي الجرثومة قبل كده ونشفتني، كان نزلتني اكتر من 25 كيلو، بس الحمد لله لما عالجتها رجعت تاني. وخدوا حذركم. بس السلام عليكم. انتي هتعملي ايه عشان تبقى عندك وقاية منها؟ هتجيبي الخل. ما ينفعش غسيل الخضروات بالمية، وتغسليه بالخل كويس وتصفيه بالهنا والشفشف.